شو اخباركم؟ اليوم حنصور بيتزا، واول شيء هو سيدينا. يا بابا يلا هنبدي. هذا شكر، وهذا ماي، وهذا خموه، وهذا زيتون. يا شباب اليوم حنخبط هذيني. هنحط ماي، بعدين هذا، بعدين نحط هاي، بس احنا قاعدين نحط خبز. نحطه هنا، بعدين نحط حطيها على النص وسمينا. يلا تعال خل نسوي اللحم. هذا حنحط قط لحم. Thank you.
لحم بنسوي خلاص ناخد الكوب بس ماما هتحطه على النار شباب بس خلي صوص سمينة وعجينة بعدين يالله خلي نشيلها نوديها عندنا شباب بس اخذ حط زيت خلاص هسا خلي ناخذ عجينة ونحطها هنا ثاني فتحتها ما راح تحط عصرني ناخذ هنا شوكة داخل الطاولة ناخذ هاي نحطها صاد بعدين نصلي هسه خلصنا الطاولة كلها صلصة بعدين ناخذ هنا شوكة ناخذ هذا الجبن شباب بس ان شاء الله عجبكم الفيديو ويلا خبكم صار الموت اليوكا Yeah.